اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات Top 10 Weekly Trends. في الفيديوهات دي هنتكلم على اعلى 10 نيتشات ممكن تصمم عليها الاسبوع ده. النهاردة 19/5/2021 واتمنى انك تعرف تعمل مبيعات كويسة على النيتشات دي. السلام عليكم ورحمة الله، أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة لك هنا في القناة، أنا بعمل فيديوهات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص البرينت أون ديماند أو الطباعة عند الطلب. قبل ما أبدأ الفيديو حابب أتكلم على حاجتين مهمين. أول حاجة حابب أوجه دعمي لإخواتنا المستضعفين في فلسطين، ربنا يثبتهم ويعينهم ويرحم شهدائهم. وتاني حاجة هي انتشار موجة ترندات كبيرة جدا على مواقع البرينت أون ديماند لها علاقة بالحرب اللي قايمة حاليا، وأكيد أنتوا خدتوا بالكم من الموضوع. وطبعا ده غلط كبير جدا إنك تشارك في حاجة زي كده حتى لو كانت ديزايناتك داعمة للقضية. وطبعا ده غلط من ناحيتين. أول حاجة الناحية الإنسانية والأخلاقية والدينية بتمنعك إنك تستغل ظروف الناس او ازمات الناس الصحيه او النفسيه او الحروب في الربح المادي. وثانيا من ناحيه الشغل، فمعظم مواقع البرينت اون ديماند بتمنع استغلال الازمات والاوضاع اللي زي ديت في الربح، وممكن تؤدي الى غلق حسابك. وطبعا ممكن ترجع للبوليسيز والتيرمز اوف يوز بتاعت ريد بابل، تي بابليك، ميرش باي امازون او اي موقع من مواقع البرينت اون ديماند وتتاكد من صحه كلامي. نرجع بقى لموضوع فيديو النهارده، وزي ما اتفقنا وتعودنا في سلسله فيديوهات توب 10 ويكلي ترندز، انا عليا اعمل الريسيرش على الترندات اللي عليها منافسة قليلة، وانت عليك تعمل سيرش على الكوبي رايت والتريد مارك وتبتدي تصميم. اول نيش بقى معانا الاسبوع ده وهو This teacher earned all of this summer break. طبعا حكينا في الحلقات اللي فاتت عن ان السمر بريك والسمر اكتيفيتيز بدات تطلع، والترندات اللي على السمر هتبتدي تظهر جامد في الفتره اللي جايه. وزي ما انت شايف This teacher earned all of this summer break، طبعا هتلاقي فيه طبعا ترند عن التيتشرز وكمان عليه 647 ريزلت، فدي فرصه كويسه ان تيجي تنافس فيه. وزيه زي الترندات اللي فاتت او الاسابيع اللي فاتت، لو انت كنت صممت على الترند اللي هو teacher of duty اللي هو اللي زي دوت، هتبتدي تعرف انك تغير بس شويه اليمنت وتكتب شويه تكست زياده وتحط بس ايه الترند بالظبط على الديزاين، ويبقى انت كده عملت ديزاين جديد. وممكن برضو زي ما اتفقنا في الحلقات اللي فاتت، بدل ما تحط تيشر تحط نيرس تحط انجينير تحط اي وظيفه تانية، ويبقى انت كده دخلت في اكتر من نيش بديزاين واحد. النيش التاني معانا الاسبوع ده وهو ذا انفلوينس اوف ا جود تيشر كان نيفر بي اريزد. طبعا ده برضو نيش عن التيشر زيه زي النيش اللي فات، بس ده عن التيشرز بشكل عام. طبعا لو داتكس بيز ديزاين، فاول نصيحه اديها لك في نيش زي دوت انك تختار الفونت اللي يخلي التكست واضح على التيشيرت او المنتج من بعيد. يعني لو شفت الديزاين ده من بعيد تعرف تقراه بسهوله، مش زي الديزاين دوت. يعني على قد ما الفونت ممكن يكون شكله كويس وجديد ومش موجود كتير، بس انت ما بتعرفش تقراه حتى لو من، يعني لو بصيت على الشاشه كده هتضطر انك تركز جامد عشان تعرف تفهم النيش ده بيتكلم على ايه. وطبعا دوت من الاخطاء الشائعه في تكست بيز ديزاين، فحاول انك تاخد بالك من حاجه زي كده. اضافه بعض الاورنمنتس او زينه على الديزاين بتحط تاتش جمالي او لمسه جماليه على الديزاين، ودي طبعا اللي انا بنصح بيها في كل تكست بيز ديزاين. النيش الثالث معانا الاسبوع ده وهو يول نيد فاكسين. يول دي اختصار ليو اول، بس في بعض الولايات في امريكا بتنطق يول. طبعا نيش زي دوت وبتتكلم عن الفاكسين وعليه 232 ريزلت، فدي فرصه كويسه جدا جدا ان انت تنافس في نيش زي الفاكسين في الفتره اللي احنا فيها ديت، وبالذات ان احنا في فتره ان الناس كلها بتاخد الفاكسين، فده ترند كبير جدا، فحاول ان انت تيجي وتنافس فيه. وعلى قد ما النيش اللي زي ده صغير هنا او الترند ده صغير، هتلاقي فيه افكار كتيره جدا جدا ممكن تيجي تستفيد منها وتقلدها في ان انت تطلع بفكره خاصه بيك انت، او تستنبط فكره خاصه بيك انت بحيث ان انت تعمل حاجه كويسه وتلحق تبيع على نيش زي ده. النيش الرابع معانا بقى الاسبوع ده وهو هاف هيومن هاف كافي. طبعا نيش بيتكلم عن الكافي عليه 250 ريزلت، فدي فرصه ذهب انك تيجي تنافس فيه. الافكار كتيره جدا في نيش زي دوت، نيش يعني ديزاين زي ده، ديزاين على قد ما هو سيمبل فونت تقريبا، ده ايريال فونت موجود على كل الكمبيوترات، بس فكرته فكره كويسه ومش هتلاقي ناس كتير عاملين الفكره ديت على قد ما هي سيمبل على قد ما هي كويسه. ديزاين زي دوت برضو هو بس لو عدل الفونت شويه واختار الوان تانية هيبقى شكل الديزاين تحفه، بس الفكره برضو فكره كويسه. هتلاقي في افكار كتيره جدا، حاجه زي كده برضو فكره كويسه وسيمبل جدا، حاجه زي كده برضو كويسه وسيمبل جدا، وممكن يشيل حتى الاليمنت ده مش
هيحتاجه، كله محتاجه بس التو بوينتس ديت، وهيبقى شكله كده كويس. حاول ان انت بس تيجي وتطلع بفكرتك الخاصه انت، وصدقني انت لو حطيت بس وقت او مجهود في نيش زي دوت هيساعدك ان انت حتى تعمل تنافس على نيشات تانية في الكافي، وتقدر تعمل مبيعات ان شاء الله عليه. النيش الخامس معانا بقى الاسبوع ده، وهو انا الحقيقه جايب لكم نيشين، واحد بالانجليزي وبرده واحد بالاسباني. باي باي سكول هالو بول، وكمان في اديوس سكول هالو بول. اديوس معناها باي باي، فاديوس سكول هالو بول دوهم نفس النيشين، بس بدل باي باي شال كلمه باي باي ديت وحط اديوس. فتقدر انت تعمل نفس الديزاين بس تغير الكلمه واحده، ويبقى انت كده عملت ديزاينين في نيشين مختلفين بس لهم علاقه برده بالسمر اكتيفيتيز وفصل الصيف. فحاول ان انت تيجي تعمل ديزاينات على نيش اللي زي دوت، هيبقى انت كده ضربت عصفورين بحجر، التغيير مش هياخد منك 3 ثواني بس، يبقى انت كده عملت ديزاينين في فرق مفيش. يعني الافكار كتيره جدا طالما علاقه بالبول، ممكن تستعمل العوامه بتاعه البول، ممكن تستعمل سبلاش ووتر نقط ميه كده بتطير، ممكن تستعمل سان جلاسز، ممكن تستعمل اللي هو السانسيت صوره الشمس، او تستعمل بقى ايه صور زي ديت اليمنتس ناس بتعوم، باينابل بتعوم. هتلاقي في افكار كتيره جدا جدا تقدر تستعملها وتطلع بديزاينات رائعه. النيش السادس معانا الاسبوع ده وهو جولدن باينابل باترن. الباينابل او فاكهه الاناناس، ديزاينات اللي بتتعمل على الفاكهه ديت في فصل الصيف بتبقى كتيره جدا، وبيبقى عليها اقبال شديد جدا. مش عارف ليه الحقيقه، بس هي الباينابل من اكتر الفواكه اللي بتعملها ديزاينات في فصل الصيف، فحاول انت تيجي تعمل ديزاينات عليها. جولدن باينابل هم باترن، فانت محتاج تعمل باترن زي دوت اللي هو نمط معين، وتحطه مثلا على الايفون كيس اللي هي الفون كيسز بشكل عام، او ممكن الماسكات، الترافلنج ماج، ممكن حتى الليجنجز او حتى الفساتين. هتلاقي فيها فرصه كويسه جدا. ديزاينات الاشتدائي ديت بتبقى شكلها كويس جدا على الفون كيسز، يعني واحد زي دوت فعلا عمل ديزاينات شكلها كويس وحطها، وانا بتهيالي ان واحد هيبقى من الليدرز اللي على نيش زي دوت. هتلاقي في ديزاين زي ده شكله كويس جدا، ديزاين زي دوت برده شكله كويس. في افكار كتيره جدا، المهم ان انت تطلع بحاجه خاصه بيك انت. برده البيلو كيسز هيبقى شكلها كويس جدا لو انت استعملت الوان شكلها كويس. الديزاين زي دوت برده شكله كويس جدا، المهم انت تنقي اليمنتس محترمه وشكلها كويس، ما تسترخصش او ما توفرش وقتك في ان انت تجيب اليمنت بسيط جدا بالشكل دوت، حتى ما تكتبش عليه اي حاجه. حاول انت بس تعمل شكلها حاجه شكلها كويس، ولما تعرض المنتج اعرض المنتج لو هتعمل باترن تعرضه على منتج يليق عليه الباترن، ما يبقاش زي ده تعرضه مثلا على بيلو كيس، او تعرضه مثلا على باك باك او فون كفر، المهم تعرضه على منتج يليق عليه الباترن. النيش السابع معانا بقى وهو السوشي اند سانشاين، نيش جديد طالع بيتكلم عن السوشي والسانشاين، وممكن تعتبر من السمر اكتيفيتيز وفصل الصيف اللي احنا داخلين عليه او اللي احنا فيه اوريدي. النيش كبير جدا جدا وفي كميه افكار رائعه جدا وابداع من المصممين صراحه، من النيشات الذكيه جدا اللي ممكن تيجي تنافس فيها وتصمم عليها، وممكن تعمل ارباح كتيره فيها لان المنافسه فيها راقيه، مش كتيره بس راقيه، يعني الديزاينات فيها نفسها شكلها كويس. ديزاين ده شكله رائع جدا، ديزاين ده شكله كويس، ده برده ديزاين شكله كويس جدا. عندك ديزاينات كتير ممكن تاخدها تكست بيس ديزاين، ممكن تعملها حاجه زي كده شكلها كويس جدا. الاليمنتس حتى الناس اللي مستعمله الاليمنتس مستعمله اليمنتس ذكيه جدا، حاجه زي دي شكلها كويس، حاجه زي دي شكلها رائع، دمج بين السمر وحط حتى الفرش اللي هي بتاعت الفرشه كانها سلمون، وان الرز اللي بيبقى قاعد جوه السوشي كانه بياخد تان او قاعد في السمر اكتيفيتيز. ففي افكار كتيره جدا وناس صراحه مبدعين ابدعوا في ديزاينات على النيش اللي زي دوت، فانصحك انك تيجي تعمل ديزاينات عليه وتنافس فيه وان شاء الله تعمل مبيعات عليه. النيش التامن معانا بقى ايه الاسبوع ده وهو باج لوف. باج ده نوع من انواع الكلاب، واللوف اللي هو رغيف العيش او خبز اللي هو بتاع التوست او حاجه زي كده. فحاول انت هم يعني النيش كله هو فاني نيش او فاني ترند، ده كان بيمثل الكلب كانه في او اللي هو الباج كانه في رغيف عيش، يعني شكله هو نايم، يعني صوره زي ديت كده لو انت حطيت اللوف مكانه بتحس ان هو شبه رغيف العيش. فانت لو جيت بصيت انت هنا هو فاني تي شيرت كله بيدور حوالين ان انت كيفيه تحط الباج جوه رغيف عيش او تربطهم الاثنين ببعض في رسمه وتكتب تحتيها باج لوف، ويبقى انت كده خلصت النيش. هتلاقي فيه افكار كتيره جدا بس مش كله ضارب على نفس الوتر، او مش كله عامل النيش بشكل المظبوط. يعني ده تقريبا احسن نيش او احسن ديزاين شفته رابط بين كل العناصر بتاعه النيش، وكمان رابط بين الاليمنتس نفسها بشكل كويس، يعني حاطط الكلب جوه مثلا اللوف اوف بريد بشكل كويس ومفنش الديزاين بشكل كويس. فديزاين زي دوت هلاقيه ممكن هو اللي يبقى بيبيع كتير على نيش زي دوت،
كنت بحاول انت لو عرفت تيجي تعمل حاجه زي كده برضو هيبقى شكلها كويس وممكن تبيع او تنافس في نيش زي ده. النيش التاسع معانا بقى الاسبوع ده وهو الحقيقه مش ترند، هو مناسبه جايه يوم 31 وهو الميموريال داي. الميموريال داي في امريكا هيبقى يوم 31 ماي يعني اخر الشهر اللي احنا فيه دوت، فلو يعني فاضل لنا تقريبا 11 او 12 يوم، فلو عرفت انت تيجي تنافس في نيش الميموريال داي فهيبقى ترند في خلال الاسبوعين اللي جايين دول. حاول انت تيجي تعمل ديزاينات على نيش او في المجال اللي زي دوت وتدور على ترندات جديده وافكار جديده بحيث ان انت تعرف ان انت تنافس في نيش كبير زي دوت عليه 37,000 ريزلتس. وانا عارف بس دوت مناسبه، ولو في مناسبه انا بحب اقولها علشان لو انت حابب تفرت تنافس في مناسبه من المناسبات القريبه، لان ديت ممكن تبقى حتى منافسه على كل مواقع البرنت اون ديماند، امازون، تي بابليك، سبريد شيرت، تريد بابل، وكل مواقع البرنت اون ديماند هتلاقيهم كلهم مركزين على الميموريال داي لان هي الابكامينج ايفنت. فحاول انت تيجي تنافس فيه وتاخد بارت فيه، يمكن ربنا يوفقك وتعمل سيلز عليه. النيش العاشر والاخير وهو الفادرز داي 2021 اللي هو عيد الاب، برضو ايفر جرين نيش، ما هواش ترند بس هيبقى ترند خلال الفتره اللي جايه، لان الفادرز داي هيبقى يوم 20 جون 2026، يعني فاضل له تقريبا شهر، في حدود الشهر او اقل من الشهر بحاجه بسيطه. فدي فرصه كويسه ان انت تيجي تبتدي تنافس فيه او تعمل ديزاينات على نيش زي دوت وتتجهز له وتخش في افكار كتيره جدا. انا سايب لك وقت كبير ان انت تلحق تعمل ريسيرش وتعمل ديزايناتك وتفي تفكر في اكتر من مجال واكتر من ديزاين بحيث ان انت تقدر تعمل ديزاينات عن الفادرز داي. في افكار كتيره جدا منها الفادرز داي 2021، في عندك هنا ماي فيرست فادرز داي دوت للناس لسه ابهات جداد، في عندك هنا فيرست تايم داد 2021 هتلاقي برده عليه 2000 ريزلت، في عندك بيست فادر داي هتلاقي عنده برده 90,000، بس هتلاقي فيه افكار كتيره تقدر تيجي وتنافس في الافكار اللي زي ديت وتبتدي ان انت ممكن تعمل سبيسيفاي مثلا تخلي مثلا عن الفادرز التيتشرز، الفادرز الميوزيشنز، الفادرز الكابس، ممكن تخليها تخلي النيش مخصص جامد بحيث ان انت تقدر تتارجت الاودينس اللي مظبوطين سواء كان على ريد بابل او اي موقع من مواقع البرنت اون ديماند. وبكده خلصنا ترندات الاسبوع ده، هسيبها لك هنا على الشاشه بحيث ان توقف الفيديو وتاخد سكرين شوت لكل الترندات وتشتغل عليهم طول الاسبوع. لو استفدت حاجه بقى من الفيديو بتاع النهارده وحابب اني اكمل تسلسل فيديوهات توب 10 ويكلي ترندز، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه لان ده فعلا بيدعمني اكمل شرح. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار تقدر تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك، تويتر، انستغرام، او حتى تسيب لي هنا كومنت على اليوتيوب وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك باللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.